طيب كريم، انا دايما بيهمني اول المعطيات اللي بتبقى اي قبل اي مباراه. نعم المعطيات بتقول ان الاهلي خسر ماتش المصري، الاداء نعم ما كانش حلو، الناس مش مبسوطه، جمهور الاهلي قلقان شويه. في المقابل نعم فريق الرجاء ماشي بشكل كويس، حتى لو بيفوز بصعوبه سواء في بطوله الكاس او حتى في نعم الدوري. نقلق من الاهلي في ماتش بكره بسبب ماتش المصري، ولا رايك ايه في الجانب ده تحديدا تحليليا؟ شوف طبعا مباراه المصري ما نقدرش نعزلها عن مباراه الرجاء، خصوصا كمان ان النادي الاهلي بقاله فتره امير بيلعب على ليفلز مختلفه. يعني خلي بالك، واحده من اصعب الامور لاي رياضي ولاعب كره قدم على وجه التحديد لما تقول له انت عندك ماتش في الدوري، عندك ماتش في دوري ابطال افريقيا، عندك ماتش في مونديال الانديه، عندك ماتش مع المنتخب. ده بنتكلم في ايه؟ احنا من شهر بالظبط، بالظبط من ساعه كاس العرب في قطر لغايه النهارده احنا بنتكلم 4 شهور في القوام الاساسي للنادي الاهلي، مش مركز في بطوله واحده. صح، ده عمال يتشتت، وطبعا مع كل بطوله ليها ظروف مختلفه يعني وطرق لعب مختلفه. عايز اقول حاجه، الرياضيين برضه يا جزار ولاعيبه الكوره ساعات ساعات بيتمنوا المدير الفني يقول لهم ايه النهارده مش مطالبين بالفوز، يعني بحيث انك تلعب وانت مرتاح نفسيا، لكن احنا بنتكلم 4 شهور ضغط كبير جدا. طيب انا بعيد عن التحليل، بعيد عن التحليل على المستوى الشخصي، بحب قوي قوي النادي الاهلي قبل اي ماتش مهم يحصل دروب. والله جد، من ايام مستر مانويل. ليه بقى؟ من ايام مستر مانويل. يعني مستر مانويل هقول لك حاجه، بيعمل حاجه حلوه قوي. كان يجي قبل اي ماتش مهم يلعب ماتش ودي، وبيعمل حاجه بيخلي الفرقه تتغلب. ما بيساعدهمش، يكهرب الدنيا. الله اكبر عليك. كان دايما، انا حتى انا فاكر قبل ماتش نادي الزمالك سيمي فاينل دوري الابطال 2004 2005 في رمضان، كنا بنلعب حرس الحدود في التتش. فهمش هو عمل ايه في الماتش. المهم كان ساعات طبعا المباريات الوديه كان بيحضرها 10000 متفرج، ايام المدرج القديم. فالنادي الاهلي خسر المباراه ده 1-0، فالدنيا مش هيحصل مش عارف ايه وبتاع ولا، ودخلنا المباراه الحمد لله، وبعد كده النادي الاهلي انتصر. فاللي عايز اقوله من الناحيه النفسيه، هتفق مع محمد الجزار، الدروب بيفوق جدا، خصوصا ان المباراه كمان رشيد الطوسي عمال يبعدنا عن، بيحاول يبعدنا عن الملعب، نفس اللي عمله برده فريق الهلال شويه للسودان. يعني انا بحب في الامور النفسيه، احنا طبعا هنتكلم على التاكتكس كل حاجه، وطبعا التاكتكس جزء اساسي من مباريات كره القدم ومن النتائج، ولكن ليس العامل الوحيد. ليه نسبه طبعا، ده الشغل بتاع الجهاز الفني واللعيبه اللي بتنفذ، ولكن مباراه في وجهه نظري مواجهه الرجاء والاهلي تكسب ولا تلعب. تاني تكسب كمرحله النوك اوت، نوك اوت تكسب ولا تلعب، ما تبصش على المجموعات يا كريم. لا لا، ما المجموعات مكملين مع بعض. خلي بالك لو انت ادائك سيء على طول، بمعنى النادي الاهلي السنه اللي فاتت لو تفتكر مع فيتا كلوب لعبنا مباراه هنا في القاهره اجمل ما يمكن، اللي هي ماتش الـ2-2، لكن رد فعل الجمهور على النتيجه السلبيه كان قوي جدا. شوف رد فعل اللعيبه في مباراه كينشاسا، كان حاجه فظيعه. نزلت مره لا، وايه يا محمد، الاجواء كمان كان الجو هناك كان صعب جدا، كان مطر ومطر وكان في مطر برضه، الطقس برضه كان صعب، لكن لعبنا مباراه عالميه. فاللي عايز اقوله مباراه المصري في وجهه نظري الشخصيه ربما يكون العامل الجو بتاعها جه فايده لينا من الناحيه النفسيه، ولكن من الناحيه التكتيكيه محتاجين ان احنا نجيب ورقه ونقول احنا عملنا ده غلط، ده ما يتكررش، عملنا ده غلط، ده ما يتكررش، عملنا كان في اخطاء فنيه كثيره في مباراه المصري، ربما كان في حساب، مش متعمد، مش هقول متعمد، ولكن كان في حسابات.